يعني بعد توقفوا بالنص لقلتها. الآن أعزائي أحبائي المتابعين ليومية أبو مطران قناة محمد أفندي، هذه بغة، هذه بغة، ها ترون للجيل الجديد اللي ما يعرف، وللسائلة التي سألت أعيد لها مرة ثانية، هذه بغة. هناك بعض الطالبات وبعض الطلاب يسألوا عن بغة عشان يتعرفون عليها، هذه بغة، هذه حق أبائنا وأجدادنا زمان كان يخبطونها بالحنية، اليوم يخبطونها بما هو يخبطونها خباطة. لو معك يعني 100 عجرة ولا 100 داسة على طول في قليل ما شاء الله في ساعات تنهيها. ودحين ناتي بكم إلى الآن عرفتوا الباقة، هذه بغة، هذه بغة مخلفات الحب الذرة، مخلفات العذق بعد خبطه. وناتي الآن إلى العذق، هذه عذق، هذه عذقانة، هذه عذقانة الذرة كما تشاهدون، هذه الذرة، هذا العذق، هذه نتائجها، هذا العذق خرج هذه البغة تراها، وهذا هذه الذرة ترونها، هذه عذق الذرة في مكياس. الآن استعداد لما ولا خبطه إن شاء الله في الخباطة. وهذه مداسة، هذه نسميها داسة، أم أول يقولها داسة عذقة ترونها ما شاء الله، هذه مداسة. بعدين هذا حبة أحمر، وهذا النوع الأبيض ما شاء الله تبارك الله، الله يعطي راعيه في هذا المساء. هذا هو الحب الأبيض إن شاء الله، أيام لسه قليلة، أيام قليلة بسيطة إن شاء الله، ويأتي عليها الخبيط وتحويله من عذق إلى حب يستفاد منه، نأكل منه ونصدره للأسواق. هذه كما ترون الداسة. وشاكر ومقدر لكم الاستمتاع بيوميات أبو مطران وما تنقله لكم من المزارع في البديع والقرفي وفي كل مكان، والحمد لله رب العالمين، وشاكر المصور على متابعته لهذا الفيلم، والله يوفق الجميع. هذا شوف الحبة الأحمر ما شاء الله كما تشاهدون ما شاء الله، بس هلا وقع عليها مطر. أنا قبل أيام وأنا أشرح لكم أقول لكم وقع مطر، يعني يوم ليلة مطر هذيك اللي من الساعة 11 حتى الساعة 6:30 صار علينا مليل، هذا يعني أتعب الناس وأثر على مزارعهم، ولكن إن شاء الله يعوضهم خير. فهذا شوف الآن، ها يعني ما شاء الله هذا الحبة الأحمر، وبالتوفيق إن شاء الله، وأسأل الله أن يرزق أهله كل خير. وشكرا لكم للاستماع والمتابعة اليومية أبو مطران.